أوراش كبرى ومشاريع هيكلية واعدة تتحقق سنة بعد أخرى بالجهة الشرقية بفضل الرعاية الملكية المستمرة والحرص المولوي الراسخ على تنفيذ كل ما تم تصديره من برامج تنموية ومشاريع ضمن المبادرة الملكية الرائدة التي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد أطلقها من وجدة في مارس من سنة 2003، وهو التاريخ الذي شكل نقطة تحول جذري في مسار تنمية الجهة الشرقية التي انخرطت منذ ذلك التاريخ بعدد من المشاريع والأوراش المهيكلة والطموحة والتي فتحت أفاقا جديدة وواعدة بالنسبة للجهة الشرقية بحواضرها وقرها، مما ساهم في بعث دينامية كبرى سمتها إقلاع اقتصادي هام وبرنامج تنموي واسع النطاق. وعلى غرار باقي مدن الجهة الشرقية انخرطت مدينة بن درار والجماعة الحضرية النعيمة في دينامية طموحة في مجال التأهيل الحضري بفضل مشاريع وبرامج لتقوية البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية إلى جانب إحداث مرافق للقرب الاجتماعي. ويهم برنامج التأهيل الحضري لمدينة بن درار الذي رصد له غلاف مالي إجمالي فوق 176 مليون درهم في الجانب المتعلق بالتأهيل الحضري، والذي خصص له 57 مليون درهم تشييد قاعة مغطاة متعددة الرياضات وإنجاز ملعب لكرة القدم وتهيئة الساحات العمومية والفضاءات الخضراء وتجديد شبكة الإنارة العمومية وكذا علامات التشوير، وذلك بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وفي الجانب المتعلق بالتطهير السائل، يهم هذا البرنامج إعادة تهيئة وتوسيع الشبكة الحالية وبناء محطة للضخ ووضع قنوات للربط وإنجاز محطة للمعالجة بواسطة الأحواض الطبيعية بطاقة 852 متر مكعب في اليوم، وذلك بغلاف مالي قدره 62 مليون و400 ألف درهم. كما يهم برنامج التأهيل الحضري لمدينة بن درار حمايتها من مخاطر الفيضانات بقيمة 57 مليون درهم، لا سيما عبر بناء سد على وادي صفرو وحاجز بطول 1000 متر بين وادي تمدمات والحوض الرئيسي. أما فيما يتعلق ببرنامج التأهيل الحضري لجماعة النعيمة الذي عبئت له استثمارات قدرها 28 مليون درهم، فسيساهم في تزيين المدينة بفضل أشغال التبليط والإنارة العمومية والتطهير السائل. وسيساهم هذا البرنامج الممتد على سنتين ما بين 2013-2014، والذي يهم أيضا إنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة لتعزيز مكانة الجماعة كمركز حضري صاعد جديد. ويعكس إطلاق جلالة الملك حفظه الله لهذا البرنامج حرص جلالته القوي على مواصلة مسلسل تأهيل الأقطاب الحضرية للمملكة، سواء منها الكبرى أو المتوسطة أو الصغرى، وتمكينها من بنية تحتية متينة ومشهد حضري متناغم وجذاب، لتدخل بذلك مدينة بن درار وبلدية النعيمة مرحلة هامة في مسلسل التأهيل الحضري، شأنهما شأن باقي مدن ومراكز شرق المملكة التي عرفت تحولات بارزة خلال السنوات الأخيرة جاءت كثمر للتوجهات الكبرى للمملكة في هذا المجال، والتي يحرص جلالة الملك حفظه الله على ضمان التنزيل الأمثل لها على أرض الواقع وتحويلها من مخططات إلى منجزات في الميدان بأهداف محددة ومقاصد نبيلة تطمح إلى الارتقاء بمستوى عيش السكان وتحسين الإطار العام للفضاءات والأقطاب العمرانية برؤية مستقبلية عصرية تراعي كل متطلبات التحول الديموغرافي والاقتصادي. رهان تتم مراعاته في القطب الحضري الجديد لوجدة الذي يندرج في إطار إعادة تهيئة وسط المدينة لجعلها تتوفر على مشروع حضري مندمج كفيل بإطلاق دينامية حضرية جديدة ذات جودة عالية، كما يندرج في سياق إعادة التأهيل الحضري لعاصمة الجهة الشرقية للمملكة الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للجهة وتثمين جاذبيتها وتنافسية على المستويين الوطني والدولي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله قد عطى في سنة 2010 انطلاقة إنجاز الشطر الأول من مشروع القطب الحضري لوجدة، والذي شمل إنجاز مجمع سكني أطلق عليه اسم الأرصفة الخضراء. جاذبية المدينة تتعزز أيضا بفضل المشاريع المهيكلة التي تروم تقوية البنيات التحتية اللوجستية للجهة الشرقية، فالخط السككي وجدة فاس سيتعزز ببنية تحتية حديثة تتيح له استيعاب التدفقات الكبرى لحركة النقل في أفضل ظروف السلامة والراحة.
وتهم هذه المشاريع المهيكلة التي تشكل جزءا من العقد البرنامج 2010-2015 الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، تأهيل وكهربة الخط السككي فاس وجدة، وبناء قطب المبادلات الذي يعد المرحلة الثانية من المشروع الهام القطب الحضري لوجدة. ومن شأن إنجاز مختلف هذه الأوراش السككية المساهمة في تعزيز الموقع الاستراتيجي لمحور فاس وجدة باعتباره محورا سككيا يربط بين الشرق ووسط المملكة، ومصاحبة التطور المتزايد لحركة النقل لا سيما نقل البضائع بعد الشروع في استغلال الخط الرابط بين الناظور وتوريغ، إلى جانب تقوية وتحديث المنشآت السككية وكهربة الخط السككي من أجل التجانس مع استغلال الجر الكهربائي والرفع من حمولة المقطورة. وسيمكن هذا المشروع الذي تبلغ تكلفة الإجمالية 900 مليون درهم من إحداث نحو 800 ألف يوم عمل خلال مرحلة إنجاز الأشغال، وأزيد من 70 منصب شغل أثناء مرحلة الاستغلال. ويندرج قطب المبادلات الذي رصد له غلاف مالي قدره 260 مليون درهم في إطار إنجاز المشروع الحضري المندمج القطب الحضري لوجدة. ويهم هذا المشروع بناء محطة للمسافرين من الجيل الجديد بوسعها استقبال حركة نقل تقدر بمليون وخمسمائة ألف مسافر في أفق سنة 2020 مقابل 800 ألف مسافر حالياً. أما المركز متعدد الخدمات الذي خصصت له استثمارات بقيمة 190 مليون درهم، فسيتضمن مكاتب ووحدات سكنية ومحلات تجارية. هكذا تعيش مدينة وجدة والجهة الشرقية برمتها على إيقاع إنجاز العديد من المشاريع الهامة في قطاع النقل والتأهيل الحضري وفق المبادرة الملكية لتنمية المنطقة الشرقية، والتي تمخض عنها بروز قطب جديد للتنمية في شرق المملكة، وها هي اليوم تجني ثمار هذه الرؤية الملكية البعيدة المدى.